السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. متجهين إلى حي الشرائع وراح نمر على عدة أحياء. طبعا احنا الآن في الدائري الثالث وخارجين على يميني حي الرصيفة وعلى اليسار حي الإسكان، وراح نمر على جسر قطار الحرمين. وهذا جسر قطار الحرمين، وهذا المخرج على اليمين باتجاه الحرم. شوف على اليسار الآن حي الحمراء، على اليمين الآن حي الزاهر، هذا حي الحمراء، وهنا عندنا مخرج إلى حي الزاهر. ما شاء الله أجواء فخمة وجميلة وفي سحابة. عندنا مخرج الآن إلى حي الضيافة. راح نمسك الآن خط الدائري الثالث حتى نوصل إلى جبل النور حي العدل، وهذا مخرج إلى طريق جدة مكة القديم. وشوفوا منطقة الحرم، ويا زين أجواء العصرية. شوفوا هذه الأحياء الجميلة في هذه الشعاب، وهذه الحافلة متجهة تقريبا إلى المدينة أو إلى التنعيم. طيب ما شاء الله شوفوا قدامنا السحابة الجميلة على مدينة، على الجموم وعلى طريق المدينة. طبعا الدائري الثالث عندنا نفق واحد، هذا اللي قدامي الآن فقط هذا النفق. عندنا هذا النفق الوحيد في الدائري الثالث، وبعدها تخرج على طريق المدينة مسجد التنعيم، أو تواصل في طريقك إلى الدائري الثالث. حنا راح نواصل في طريقنا إلى الدائري الثالث، وشوفوا الزحمة للخارجين على المدينة وعلى مسجد التنعيم. وهذه الوصلة الجديدة اللي توديك على حي العدل، توهم افتتحوها قبل تقريبا أقل من سنة. ويظهر معنا الآن جبل النور. ميزة الدائري الثالث يوصلك بجميع أحياء مكة المكرمة في أقل من ربع أو نصف ساعة على حسب الزحمة. من مميزات الدائري الثالث أنه يوصلك بحي الشرائع بسرعة، وعندنا الدائري الرابع، تقريبا الدائري الرابع هو الأفضل والمختصر للوصول لحي الشرائع، لكن الدائري الثالث كذلك يختصر علينا مسار. راح نمر على شارع الخنسة وريع ذاخر، وشوفوا إطلالة جبل النور. خلاص وصلنا حي العدل. وهذه الفنادق اللي في شارع الحج، والأحياء الموجودة في شارع الحج، ريع ذاخر، وإطلالة جميلة على جبل النور. طبعا خلاص افتتحوا الدائري الثالث بشكل كامل، كان عندنا تحويلة في الأسفل لكن الآن افتتحوه بشكل رسمي. ما شاء الله هذه الفنادق اللي في شارع الحج، وعلى يسارنا جبل النور. وهذه منطقة العدل. ما شاء الله شفتم الزحمة اللي كانت هنا في شارع الحج، الآن خلاص افتكينا منها. دائما عند هذا الجامع نشوف زحمة وسوق، سوق للأكلات الرمضانية. هذا فندق ورقان، أحد الفنادق المميزة في حي المعابدة. طبعا هنا المخرج إلى جبل ثبير وجبل النور. ما شاء الله شرق الحرم من الأحياء الجميلة. على يميني يكون منطقة الحرم،
وهذا المخرج المفروض اللي نخرج منه إلى الدائري، راح نتجه إلى حي الشراية إن شاء الله في مخرج. أيوة في مخرج. راح نسلك طريق الملك فيصل، السيل، الهدى، الطائف، هذا المخرج. وهذه الحديقة في منطقة العدل، تعتبر ما شاء الله من الحدائق المميزة واللي نشوف دائم فيها كثافة عددية. شوف منطقة الحرم قدامي الآن. شوف جبل النور، جامع الملك عبد العزيز. وراح نشوف على يميني الآن جبل ثبير، ومباشرة الآن على حي الشرايا. بس شوفوا إطلالة جبل النور هنا كيف جميلة. وهذا جبل ثبير بهيبته، وبدأنا في الزحمة. الله يستر. الأحياء الجميلة منطقة العدل، دائما مزحومة. جميع الخدمات متوفرة، الفنادق، المطاعم، المحلات التجارية. طيب، من البيت إلى هذا المكان تقريبا أخذ منه من 10 إلى ربع ساعة علشان نوصل إلى هذا المكان. شوفوا جبل النور، هنا نزل الوحي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقريبا راح يستغرق منا المسافة إلى حي الشرايع تقريبا 10 إلى أقل من 10 دقائق إن شاء الله. طبعا هذا الطريق اللي يوديك على السيل الكبير، على الطائف، على ميقات السيل الكبير. هذه بداية الطريق. وشوف السحابة على جهة شرق الحرام، الطائف. وهذه بداية ومدخل حي الشرايع. طيب الآن راح نمر على الدائري الرابع، أقرب الدائري الرابع للشرايع، لكن أخذنا جولة من الدائري الثالث وكانت كان خيار مميز. على اليمين يوديك على المشاعر المقدسة، مشعر ميناء مزدلفة، وعلى اليسار يوديك على بقية أحياء مكة المكرمة. وراح نواصل في طريقنا إلى حي الشرايع، طريق السيل، الطائف، حي الشرايع، في حي الراشدية، حي الجعرانة، أحياء كثيرة في هذه المنطقة، وأغلبها أو نص منها داخل حدود الحرم، وباقي الأحياء خارج حدود الحرم. شوفوا حي عندنا ملعب الشرايع موجود هنا. هذه أحد مداخل الحي، ما شاء الله. شوفوا حي الشرايع يوصل إلى تحت الجبل هذا، وهذا الملعب. ما شاء الله تبارك الله. هذه الشارع ذات الصواري في حي الشرايع. الزحمة والجمال والكثافة العددية. طبعا وصلنا الى حي الشرايع، وراح نتمشى في هذه الاسواق الجميله في هذا الشارع الجميل. ما شاء الله شوف المحلات. محلات شعبيه. طيب، وجينا عند هذا الشاي. استنى شوي. وجينا عند هذا الشاي الطيب، ناخذ لحوم، واخذنا حلبه وفجل، هذه اللي اخذناها.
شوفوا لقيت له هذا المشوار الفجل والحلبة. طيب ودقينا هذا المشوار علشان هذا المنتج الجميل اللحوح والحلبة، وهنا الفجل. طيب أخذنا معكم جولة في حي الراشدية في حي الشرائع، والآن خارجين على طريق الدائري الثالث. تقريبا تستغرق من الرحلة تقريبا نصف ساعة. طبعا ما شاء الله نشوف جمال الغروب باتجاه الحرم. طيب خرجنا الآن من حي الشرائع ومنتقلين إلى حي العدل، باقي على الغروب تقريبا نصف ساعة. أمامي جبل ثبير وراح نمر على جبل النور. طبعا هذه منطقة المعيصم الدائري الرابع اللي يوديك على المشاعر المقدسة. طيب شوفوا جبل النور يظهر معي في صورة جميلة ما شاء الله مع غروب الشمس. شوفوا هذا جبل النور ما شاء الله، في زحمة ناس شفتهم داخلين أو صاعدين إلى أعلى الجبل. شوفوا ساعة مكة مع غروب الشمس. الآن دخلنا منطقة العدل، هذا فندق وركان، وركان العدل. طيب دخلنا الآن شارع الحج، راح نخرج على الدائري الثالث. راح نمر الآن على مسجد التنعيم حي العتيبية شارع الخنسة، وبعدها نخرج على حي الرصيفة حي الشوقية حي الخالدية. إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. طيب هذا المخرج إلى طريق المدينة حي مسجد التنعيم أو مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على اليمين. مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم. مكة كلها حرم، مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم، ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم. مكة كلها حرم، جميع بطاحها اشتملت على خير لمن قدموا، فأنا سرت تدركها.